تعالوا نعمل مع بعض حلو الكاسات اللي هو البسكويت بالشوكولاه لاطفالنا الحلوين اللي انا بحبهم. نعمله ازاي؟ ما يديروا على الشاشه يا استاذ رحاب بعد اذنك كده في السريع نشوف نعمله مع بعض ازاي. معانا بسكويت، ونغير الجلافز بتاعنا ونغير البلانشه ونغير كل حاجه مكانه، ومعانا شوكولاه زي الفل. على نار هاديه. حلو الكلام، يلا سريعا كده نعمل الحلو. حاضر يا غالي، حاضر. عينيا بيقول لي الصينيه اللي في الفرن. مخرج شاطر، مش مركز في الصوره بس كمان في الفرن. شايفين الشوكولاته؟ الشوكولاته ساحت راحت مطرح ما راحت. بص عليها اهو. الشوكولاته اهي، هرفع لك عليها دلوقتي. حمام. ساحت ازاي دي بقى؟ بتجيبي مكعب الشوكولاته اللي هو الخام، بتحطيه مع شويه حليب ومكعبين زبده وفي حمام ماي اهو. دي حله فيها مي. حاضر حاضر اهو، حالا اهو. عينيا اهو. حاضر يا غالي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الشوكولاته اهي. قطعت ليه؟ الله على الريحه الحلوه بتاعت. يا سلام بقى كوبايه قهوه كده وعليها شويه شوكولاته، كيكه حلوه وعليها شويه شوكولاته. حلو، نشيل الشوكولاته دي كده ونخليها على جنب. حلو قوي. تعال الكاسات، انا هبدا اشتغل في الكاسات دي كده مع نفسي لغايه لما تقول لي وقتك خلص يا مغازي. وادي الكاسات بتاعتنا، ونشوف الحلو ده هنعمله مع بعض ازاي. اللهم صل على النبي، ونستعد كده. حاضر، هطلع الصينيه من الفرن الاول. حاضر يا غالي، عشان لما تقطع عليا بقى انا ايه جاهز. واحنا شغالين كده مع بعض، مهلبيه معانا. ايه الحلاوه دي؟ شيل البصل ده من هنا. يلا وادي الكاسات، بناخد كده شويه. شفت انا بعمل ايه اهو. حلو، عندك البنوته يوم اجازه من المدارس خلاص ذاكرت دروسها، تعالي ساعديني في المطبخ، اشغليها بدل ما هي قاعده على التليفون. عندك صبي حلو كده بيحب المطبخ، طموحه يبقى زي الشيف المغازي، اشغليه ما تخليش يقعد على التليفون. وتقول له تعالى ساعدني كسر البسكويت، انت عضلاتك حلوه، تعالى يا واد كسر البسكويت كده، يفرح الواد اهو. دي كلها حاجات بسيطه وسهله. حلو. طب ناخد المهلبيه. يا ويل يا ويل يا ويل. ودي كمان. حلو. سخنه ولا بارده؟ دافيه، مش لازم. بيقولوا لي المهلبيه اللي نازله دي دافيه عشان ما تسيحش البسكويت جامد، عايز احس بالجرشه وانا باكل البسكويت. اللهم صل على النبي. حاضر، عينيا غير لي نقطه الشوكولاته اللي وايد دي. يلا. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. انت بقى طبعا هتعمليه بالتاكيد احسن مني، وانا واثق من الكلام ده. ليه بقى؟ تعملي لجوزك، لولادك، لمامتك، لحماتك. جابت لك الراجل الطيب اللي جاب لك البسكويت وجاب لك الشوكولاته. يا شوكولاته. كل ده مع بعض. حلو قوي. وده بسكويت، دي اسمها كاسات البسكويت بالشوكولاته. حلو، بتلاتة تعريفه. عينيا يا فندم. حاضر. ناخد الشوكولاته اللي سايحه معانا. هو ده الكلام. يلا بقى دلعني يا شفيق. شوف الشوكولاته وهي نازله على الكاسات. بتغني. يا ويلي. الحلويات بتاعتنا اسمها كاسات البسكويت بالشوكولاته، والشوكولاته دي شوكولاته غامقه، يعني نسبه السكريات فيها قليله جدا. لطيفه، مفيش منها مشاكل. وعملنا صينيه القلقاس جامده جدا، خبره طهويه، بساطه، سهوله. المغازي عملنا صينيه رقاق بخبز المرجوج او خبز الشراك عشان اللي بيتابعونا في الخليج، ده له مسميات كتيره. عملناه بالجبنه القريش بتاعه الريف المصري والصعيد المصري، ولكن بخبره طهويه مصريه. رؤيه، فن، ابداع. ايه الحلاوه دي؟ الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.